نعم، هذه الثقافة نراها أن هي ثقافة جديدة حديثة دخيلة على مجتمعاتنا، وكأن نوع من إفضاء أسرار الأسر إلى خارج البيت. يعني نعم، مثلها مثل ثقافة الطبيب النفسي أو المرشد النفسي. يعني نحن لدينا ثقافة أو صورة ذهنية على أن الطبيب النفسي من يلجأ إليه هو من يعاني من مرض نفسي، وقد يصنف أنه شخص مجنون. فالآن بدأت تتراجع هذه الثقافة، أن نحن كلنا نحتاج إلى أحيانا مرشد نفسي نتيجة للضغوطات الحياتية، نتيجة لوجود بعض الأعراض اللي هي قد تكون متمثلة في التوتر، في القلق، في الأرق، في هذه المسميات. نعم. ثقافة المرشد الاستشاري الأسري هي ثقافة جيدة جدا، نتمنى أن تكون تنتشر وتتعمق في البيوت كوعي لأرباب الأسر، سواء كان الأمهات أو الأباء، حتى الأبناء. يعني نفس فكرتها هي فكرة المكتب الاجتماعي في المدرسة أو المكتب النفسي في المدرسة. نعم. المرشد الاجتماعي والمرشد النفسي في المدرسة. ليش لا أن ما يكونش لكل أسرة استشاري أسري لها، يوضح لها مثلا أو يمنحها مهارات في آلية التعامل داخل الأسرة، في فتح الحوار، في نوع الحوار، في القدرة على إدراك المشاكل، تفتيتها، يقيم أصلا العلاقات، حتى العلاقات داخل الأسرة يقيمها. نحن نعرف أن الأسرة هي علاقة شبكة عنكبوتية في الداخل، يعني داخل الأسرة، علاقة الأب بالأم، علاقة الأم بالأبناء، علاقة الأم بأهل الزوج، علاقة الأب بأهل الزوجة، وهكذا. فبالتالي نحن فعلا محتاجين من ينظم لنا هذه العلاقات، يمنحنا مهارات التواصل، يمنحنا مهارات الإقناع والحديث والإفضاء والاستماع إلى الطرف الآخر. فنحن محتاجين إلى من يعلمنا هذه المهارات. لن تتأتى، يعني في ناس يعني تبي تمشي تحضر محاضرات ودورات وتعطي بعض الوقت، لكن مش حتقدر الأسرة تفضي ما لديها لمتخصص في هذا الجانب الأسري الاجتماعي النفسي. ممكن تكون عندنا مهارة التعايش مع الوضع والظرف الأسري، مش بالضرورة المشكلة تنحل. أحيانا تفتت وتحلل، أحيانا نحل جزء منها بسيط والبقية يكون موجود، ولكن نتأقلم ونتعايش مع هذه المشكلة حتى لا تؤثر سلبا على بقية العلاقة الأسرية. كثير من هذه التراكمات المشاكل الأسرية توصلنا إلى تفكك أسري، إلى الصمت داخل الأسرة، إلى الجفاف العاطفي داخل الأسرة. يعني يترتب عليها مشاكل كثيرة. الاحتياج إلى وجود استشاري أسري هو مهم جدا، تكون له علاقة بكل أطراف الأسرة. قد يكون هذه الاستشارة متمثلة في الأم فقط أو في الأب فقط على حسب الحالة الموجودة أو المطروحة، وقد تكون محتاجة أن يكون في تواصل إرشاد أسري للأسرة كلها بأكملها، ابتداء من حتى الأطفال الصغار، لأن نحن كلنا ندرك أن هذا الطفل هو يترصد فيه أو يتوثق فيه بعض المعلومات والثقافات اللي تصنع منه أو تصنع فيه قيم إنسانية يطلع بها أو يخرج بها إلى الشارع، إلى مكان العمل، إلى مكان الدراسة، وما إلى ذلك. طيب. فهذه الثقافة نحن محتاجين أن تكون موجودة في كل بيوتنا، يعززها مصادر الوعي. محتاجين الاطلاع، ما قيمة الإرشاد الأسري في الأسرة، ما قيمة أن يكون عندك مستشار تلجأ إليه، تأخذ منه المهارات، تأخذ منه المفاتيح اللي أنت تستطيع تتغلب بها على ظروفك وتتعايش بها مع ظروفك الحياتية اليومية.